السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي ستكون محورها كالتالي: استعراض لحالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على العديد من مناطق المملكة يومي الأحد والاثنين. أيضا هناك فرصة لتخاطر عديد من الأمطار على العاصمة الرياض، هناك ارتفاع كبير على درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لبعض الغيوم الركامي والمتوسطة لارتفاع منطقة الربع الخالي. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار، في حين خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم بسبب سيطرة لمرتفع جوي على تلك المناطق. الانتقال لخرائط توزيع الأمطار خلال يومي الأحد والاثنين، حيث كما ذكرنا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تتطور تدريجيا اعتبارا من ساعات يوم الأحد. تصل العاصمة الرياض اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد وليل الأحد على الاثنين، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الوسطى، تشمل حائل القصيم، العاصمة الرياض، أجزاء من شمال وغرب الرياض، أيضا المرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تكون زخات الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة الشدة، قد تترافق ببعض البؤر الغزيرة خاصة في منطقة القصيم وحائل. ننتقل الآن إلى الخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال الأيام القادمة. يوم السبت تكون الأجواء دافئة، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. يوم الأحد ارتفاع لدرجات الحرارة في عموم المناطق. يوم الاثنين المزيد من الارتفاع، وهناك المزيد من الارتفاع أيضا خلال منتصف الأسبوع تحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، خاصة على المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تتعدى درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية. ننتقل الآن توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة بحول الله، حيث تتأثر العاصمة الرياض بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الأحد والاثنين، وبالتالي تعطل زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الوسطى. هذا كما ذكرنا فرصة الأمطار تشمل كل من حائل القصيم، أجزاء من حفر الباطن، أجزاء أيضا من منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية. 33 درجة مئوية كحرارة عظمى يوم الأحد في العاصمة الرياض، 22 درجة مئوية كحرارة دنيا، ارتفاع يوم الاثنين 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، المزيد من الارتفاع يوم الثلاثاء مع استقرار على الطقس تسجل 37 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.